لكن عمري ما كنت اتصور ده. وانا باكد كلام مولانا الشيخ حسن اللي قاله ان ده تقصير للاعلام العربي كله وخاصه الاعلام العراقي. تقصير لانه لم يعلن عن هذه الجريمه بشكلها الحقيقي، عشان انا كمواطن عربي موجود في مصر في القاهره ان انا ما اسمعش بيها. ده خطر، ده جريمه، ده جريمه في حق الشهداء. ان احنا لغايه دلوقتي انا افاجئ بيها وانا هنا اعرف المعلومه وانا جاي ازور العراق. انا جاي مع الحشد الشعبي على اساس اقول للعالم كله ان ما تقلقوش، العراق في امان، وان المساله حصلت في مناطق معينه بعيده عن بغداد وبعيده عن المعيشه. انما افاجئ وانا هنا بان في موقع زي دي حصل، وانا كمواطن المفروض بدعي ان انا عندي علم بما يدور في العالم العربي من احداث وما اعرفش عنها حاجه. دي جريمه، دي جريمه في حق الشهداء نفسهم. فبتمنى ان انها كل انسان بيعمل في هذا المجال انه يراعي ضميره وانه يعمل اللي عليه في انه يلقي الضوء على ما حدث علشان العالم كله يعرف ويحس اثر هذه الجريمه على الـ على الـ على الاسلام كله. طيب استاذ محمود، يعني بمصداقيتك المعروفه عنك امام المشاهد العربي، الان المشاهد العربي من يشاهدنا في هذه اللحظه يصدق، ربما لا يصدقني انا لكن يصدق الفنان محمود الجندي. ارجوك قل بكل مصداقيه ماذا رايت الان؟ دخلت انت الى مجمع للقصور الرئاسي او ما يسمى القصور الرئاسي، ماذا وجدت الان في هذا المكان الذي نحن فيه الان؟ حتى يسمع منك اي مشاهد الان يشاهدك في هذه اللحظه. اسمح لي حتى لا اتهم بالمجامله، لان انا بتكلم وانا موجود في العراق. انا رايي هذا هنقله بره العراق، لان انا موجود معاكم هنا وانا كضيف، فاي كلام هقوله خوفا من انه يكون اطراء او ان انا اكون بجامل، فانا هوفر الكلام فيه. لكن اللي شفته قدامي النهارده في هذا المكان شيء لا يوصف. يعني صعب ان انا اتكلم عنه. حتى لما جيت اتكلم لقيت ان الكلمات نفسها هربت مني، مش لاقي من حصيلتي اللغويه كلمات تكمل او تعبر عن المعاني اللي انا عايز اقولها. لكن المفروض يعني انا اول لحظات دخولك الى المكان رايتك متاثر بشكل كبير، يعني حتى يعني تقاسيم وجهك تغيرت. انا عشت الحرب 7 سنين وفقدت اصدقاء وزملاء طيارين ومجندين اثناء الحرب، لكن ما كنتش بحزن هذا الحزن، رغم انهم في صداقه وفي عيش وملح وفي علاقه قويه بيني وبينهم، معرفه. انا ما اعرفش ولا اعرف واحد فيهم، لكن هول الجريمه دي اخطر بكتير.